معاكم سامي فرج من قناة سامي اف. الأخ فليب جوزيف طلب أصوات الكرديونات اللي موجودة في A5000. طبعا حبيت أوضح أن في أصوات الكرديون اللي هي الغربية وتقدر تستخدمها على الشرقي البعض منها، وفي الكرديونات اللي هي الشرقية جاي فقط صوتين. كيف تروح لهم؟ مش موجودين في برا، موجودين في فئة الليجسي. كيف توصل؟ تضغط على أي مجموعة طلع لك الصفحة هذه، تضغط على السهم طلع لك الصفحة هاي الأصوات، تروح على بيج رقم 2 في الليجسي تطلع لك هاي الصفحات اللي هني اللي قلت عنها اللي هي الشرقية الأخرى. تدش في فئة الناي والوايند، تروح على بيج رقم 7، تلاحظ موجود لك صوتين اللي هم اللي جايين بالعربي اللي هو الكارمون، نسمعه. وفي الصوت الثاني الأورينتال أكريديون، نسمعه. هذين الصوتين الوحيدين نزلوا في الشرقي، لكن ناخذ أصوات اللي في الغربي. في صوتين حلوين، واحد اسمه ماستر أكريديون تقدر تستخدمه بعد حق العربي، وفي الصوت الثاني في البيج رقم 4 اللي اسمه التانجو البيز. هذا توضيح عن أصوات الأكورديون للأخ جوزيف فليب جوزيف. شكراً.